يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو ده اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد ليوم جديد. وقبل اي حاجه كل سنه وانتم طيبين. النهارده وقفه العيد، ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. النهارده حلقتي كالعاده كلنا بنحب الحلقات اللي من النوعيه دي. النهارده حلقتي مشتريات، النهارده هوريكم مكان اختراع، مكان تحفة جدا جدا جدا. لما بحب اجيب اي حاجة جديدة واقتني حاجة في مطبخي تبقى مميزة ومختلفة، هنفيز في جروب اسمه جاليري ماريهان، وهسيب لكم في اخر الفيديو سكرين بشكل الجروب. عاوز اقول لكم الجروب ده قمة في الشياكة، الناس اللي فيه قمة في الاحترام، يعني بامانة 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 انا متعاملتش مع حد قبل كده بالرقي ده، ما شفتش اذواق عالية قوي كده زي اللي انا شفته في جروب ماريهان. ربنا يا رب يرزقها ويشفيها، اكتبوا لها في كومنتات ان ربنا يشفيها ويكمل شفاها على خير وترجع كمان لشغلها، لان حياتها هو شغلها وهي بتحب شغلها جدا. ربنا يا رب ما يحرمش حد من شغله ومن بيته ومن ولاده ومن صحته. يلا نبدا حلقتنا ونشوف مشتريات النهارده. قبل اي حاجه اعملي لايك عشان تعلي مستوى الفيديو بتاعي، بسالكم وبستشيركم فاكتبوا لي في كومنتات وردوا عليا عشان بحب اخد برايكم. يلا نبدا حلقتنا ونشوف جبنه ايه. يلا بينا، تعالوا بقى بينا نفتح الاوردر بتاعنا. والاوردر بتاعنا النهارده مش كبير ومفيش فيه حاجات كتير ولكن قيم جدا جدا جدا. بصوا بقى، اول حاجه انا دخلت الجروب ابص كده على شويه حاجات كنت عايزاها، وكنت شايفه المضرب ده في كذا مكان. المضرب ده لبضايه بيضتين ارب بيهم كده، بيضتين بملح وفلفل اسود، اكون مثلا في معجنات عاوزه حبه فانيليا على بضايه ارجها بدل ما اجيب المضرب الكبير او مضرب ايكيا ده صغنن ومحندق. هو بصوا شبه، عاوزه اقول لكم الماتيريال بتاعته حلوه جدا جدا جدا. المضرب لما جيت اجيبه جبت اتنين، واحد ليا واحد لايفيرنا بنتي. بعض الحاجات او اغلب الحاجات لما باجي اجيبها بجيب لايفيرنا بنتي منها علشان خاطر اخلص منها، بقفل بابها بمعنى اصح. المضرب ده الواحد ب65 جنيه. طيب تعال نشوف جبنا ايه تاني. الفوط دي الواحده برضك ب65 جنيه. وعاوزه اقول لكم، عاوزه تجيبي فوط حلوه وخامات جميله وحجم كبير، ادخلي عند ماريهان هتلاقي عندها تشكيله للفوط الميكرو فايبر جميله. قبل كده كنت جايبه نفس الخامه دي بزجزاج كده، خطوط زجزاجه اربعه كنت جايباهم ليا وعجبوني وشلتهم لايفيرنا بنتي. والمره دي كنت جايبه بصراحه ليا، فاستخسرت بصراحه ان اشيلهم لايفيرنا بنتي، او مش استخسرت، قلت انا شايله لها المره اللي فاتت فهخلي دول ليا. فبرضك تقولي في كومنتات اشيلهم لايفيرنا وابقى اجيب في اوردر تاني فوط تاني ليا ولا لا. الفوط دي انا مش همزح بيها بتوجازات ولا رخام، الفوط دي اغطي بيها المعجنات. هنا كانت يوانا بتقول لي انهي الاحلى، يعني كانت بتدور انهي الاحلى. يبقى كده جبتي الفوط وجبتي المضرب وجبتي الكوستر الخوص ده، عجبني جدا لما شفنا مع بعض التشيز كيك وحطيت في على الرخامه كوستر، عجبني شكل التصوير قوي للحاجات دي مع الكوسترات، فجبت الكوستر ده ب 95 جنيه وهو خوص. طقم السكاكين ده اصلا اللي انا عامله عشان الاوردر، طقم السكاكين ده انا جايباه لايفيرنا بنتي مش ليا، كنت جايبه لايفيرنا بنتي زي بتاعي اللي هو الفيل اللي هو دوت، ومع استعمالي ليه لقيت ان هو مش لعروسه ومش قيم ومش حاجه العمر. يعني انا كنت قايله لكم ان الحاجه اللي هجيبها هقفل بابها ومش هجيب حاجه تاني، لكن لما لقيت ان هو انتهى وشكله بقى بشع بالمنظر ده او ما بقاش مستحب، قلت لا عشان ما حدش بعد كده يتريق على حاجه بنتي اجيب الحاجه العمليه. هنا بصوا لما السكاكين تلمت وابتديت ان انا سنها ظهر اللون الحقيقي، ومع الاستخدام والتصبين الايد نفسها يعني اتمسحت. وانا بجيب لها طقم الحلل من حوالي سنتين من عند الحلل الستانلس من مصنع الحربي، جبت السكينتين دول، فببص عند ماريهان لقيت ان السكاكين دي طلع منها الحاجات الاغلى والاشيك بستاند وبال البلانشة بتاعت التقطيع بتاعتها، فكرتها عجبتني جدا جدا جدا. تعالوا نشوفها كده الطقم شكله عامل ازاي. لما تيجي تجيبي البنوتك هاتي حاجه شكلها شيك وفي نفس الوقت تبقى كلها ستانلس في ستانلس، بحيث ان انا زي ما وريتكم كده حبيت السن السكينه لونها ما يروحش مع التصبير ما تقشرش الحاجات دي كلها. اول سكينه الحجم الكبير زي ما احنا شايفين هنا، كنت بوريكم السكينه بتاعتي انا اصلا مش سكينه الطقم، شايفين البلانشه، مش قادره اقول لكم الخامه بتاعت الخشب عامله ازاي، الخامه فظيعه فظيعه فظيعه. وعجبني جدا ان هو مربع مستطيل ومش هياخد حيز في الرخامه، شايفين شكله عامل ازاي، شايفين الظهر بتاعه ليه ستاند كده للبلانشه. اول حجم اللي هو بتاع السندوتشات الصغننه دوت، زي ما انتم شايفين الخامه والختم بتاعها، مش قادره اقول لكم الماتيريال نفسها عامله ازاي، اذا كانت السنده بتاعت السكاكين او السكاكين نفسها، حاجه كده تحفه.
هنا عماله اوريكم واحاول اوريكم الشكل عامل ازاي، يظهر ولا مش هيظهر. وتعالوا بقى نشوف الحجم التاني، دي اكبر سكينه زي ما احنا شايفين اهيت، بردك نفس الختم ومعاها السكينه الترانش بتاعت التورت والحاجات ديت، جميله جدا جدا جدا. سكينه الترانش اللي بعد دي عجبتني قوي قوي قوي، غير السكينه اللي بتاعت الفيل دي. شايفين شكل السكينه بنتي ناس، وباينه ان هي تقيله ومحمله. بصوا الطقم بقى تحفه، اخر سكينه دي اللي قبل الاخيره، وبعد كده هوريكم الطقم من الجنب فلات كده اهوت، ما ياخدش مساحه خالص زي ما قلت لك على الرخامه بتاعتي. السعر بتاع الطقم ده 1450، وعاوز اقول لكم ان في اسعار للسكاكين اغلى من كده، والشكل مش ارق ومش احلى حاجه. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في الطقم، شكله شيك ولا مش شيك، وبتميلي للحاجه الملونه ولا الحاجه اللي ستايل ازاي؟ تعالوا بقى هوريكم طقم تاني انا كنت جايباه ليا، ولكن لما جه وشفت الماتيريال والشكل بتاعه في الحقيقه، عاوزه اقول لكم التصوير والفيديوهات على المواقع البيع على الفيس بتبقى مختلفه خالص عن دلوقتي. انا جايبه الطقم ده ليا، واكتبوا لي في كومنتات اشيله لايفرنا ولا استنى لما ايفرنا تيجي تتخطب او تتجوز، ربنا يا رب يفرح البنات كلها ويفرح بناتنا. هتطلع حاجات احدث، انا مش عاجبني الحاجات اللي بالستاند والكلام ده كله، انا عاجبني الحاجات الرقيقه. كنت جايبه لايفيرنا طقم معالق مجمعين، وهسيب لكم اول تعليق واثبتها لكم الحلقه بتاعت المعالق، ده للدرج العادي، لكن للضيوف والحاجات دي عايزه اجيب حاجه قيمه زي كده. فانا جايبه الطقم ده ليا انا لضيوفي اللي بيقولوا لي في العيد او المناسبات او للتصوير، فعجبني قوي اللون الجولد في البينك، وفي منه سيلفر وفي منه نحاسي وفي منه جولد ساده وفي منه الوان تاني كتير جدا، ولكن حسيت ان الجولد مع البينك رقيق قوي. الصوره كانت ظلمه لما كانت بتعرض عليا المنتج، ولكن في الحقيقه الموضوع مختلف. في ست معالق كبار مدورين، انا في منه الشكل العادي بتاع المعالق بتاعتنا، ولكن انا قلت كده كده بجدد اجيب المدور. ست معالق كبار وست معالق صغيرين، ست شوك ست سكاكين. الطقم ده 24 قطعه. الطقم ده بكام؟ الطقم ده ب 2250 جنيه. هنا بعد لكم تاني ان في ست معالق كبار وست صغيرين ست شوك ست سكاكين، كلهم احلى من بعضهم. وعاوزه اقول لكم السكاكين حاميه جدا جدا جدا. اكتبوا لي في كومنتات اسيب الطقم ده لاذننا ولا استخدمه وهتطلع حاجات احدث. ده كده الاوردر بتاع النهارده، هقرب لكم التصوير عشان تشوفوه، وما تنسوش بالله عليكم تكتبوا لي في كومنتات وتفيدوني، وقلت لكم ان انا طالما سالتكم يبقى في حاجه محترف امرها وعاوزه رايكم فيها. زي ما احنا شايفين بصوا انا مبسوطه جدا 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 بالطقم. تعالوا كده اقرب لكم طب الطقم على بعضيه، تخيلي كده ده على سفرتك لضيوفك او ليكي انت وجودك لو عروسه يعني لسه جديده، او ليكي انت لو بتجددي شقتك يعني شوفوا كميه الشياكه اللي هو فيها. ده كده الاوردر بتاعي لغايه هنا تكون خلصت حلقتي. اكتبي لي رايك في كومنتات، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. لو سيتي معايا لغايه هنا ولسه ما حطيتش لايك للفيديو، حطي لايك للفيديو عشان تعلم مستوى الفيديو بتاعي. ولو لسه مش منوران مشترك في القناه، حابه جدا تكوني واحده من عيلتي، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي وصفاتي بمنتهى السهوله. واستنوني في حلقه جديده وفيديو جديد، وهسيب لكم دلوقتي الصفحه بتاعه جاليري ماريهان صوره للفيس علشان لو حابين تدخلوا تشوفوا كده جوله عندها، وربنا يسعدكم جميعا يا رب.